بسم الله الرحمن الرحيم، معكم بالعيد منتجي مباشره من عمله درب السلطان فداء، وحنا ما كنتواجدوا عند الابطال ديالنا وكيل محمد بطل جمعيه منتدى درب السلطان وبطل عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق فداء المسابقه ديال مدينه ديال اسمره، والاخ البطل ديالنا وكيل محمد كيعلم بالاوائل في جمعيه ديال منتدى درب السلطان، ولما لا عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. وشوفوا الاخ وكيل البطل ديالنا ديال هذا الاسبوع، شوفوا كيفاش كانت التحضيرات ديالو، كيفاش شهد هذه المسابقه، واش كان حاضر في الديكلاراسيون ولا جا لقى الحمامه، هو اللي غادي يقول لنا الراي ديالو. كنت حاضر في الديكلاراسيون، ديكلاريت اليوم مع 11:44، حضرت للديكلاراسيون وحضرت الحمامه كيفاش دخلت. وجيتي لقيتي الحمامه وكيفاش؟ لا حضرت لها كيفاش دخلت. واش لقيتي معها شي صعوبه ولا؟ لا ما لقيت معها حتى شي صعوبه. الحمد لله. وبالنسبه للحمامه باقا سلبوره 2014. ياه. 2014 دابا الشهر هذا غتكمل يلاه غتكمل 10 شهور. 10 شهور ومبروك عليكم. وبالنسبه لهذه السلاله الاخ وكيل، هذه السلاله فيها السبيريت وفيها الارض. السبيريت والارض؟ الارض ديال سبيريت لكسمبورغ 2004 ومو جون اردن 100%. جون اردن؟ جون اردن. شنبور ذكر ياك الاخ وكيل. كيفاش نتعرفوا على الحمامه كما كتشاهدوا معنا في الصوره؟ هذه هي الحمامه المعلن عند البطل ديالنا وكيل محمد بطل جمعيه منتدى درب السلطان وبطل عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. وكيفاش شاهدتي الاخ وكيل، كيفاش شاهدتي هذه المسابقه ديال هذا الاسبوع؟ هي مسابقه على حساب ما سمعتي، المسابقه كانت شويه صعيبه بزاف من حيث الحراره، من حيث الجو والمناخ، حتى المناخ ما عاونش الحمام. هذاك الشيء اللي كاين، كان الجو شويه صعيب على حساب لما داك الشيء اللي سمعت، ديال الجو شويه كان صعيب. كان صعيب شويه. ومبروك عليك، وكديكلاري من بين الاوائل في الجمعيه ديال منتدى درب السلطان، وتيحضروا معنا الابناء ديالو، ونخليو الابن ديالو الاكبر هو اللي غادي يقول لنا شي كلمه بحق الاب ديالو وكيل محمد. الصراحه انا فرحان بزاف، حيت الوالد ديالي جا من الاوائل في جمعيه منتدى، وهو من القدماء الاولى في الحمام هنا في هذه الجهه، وكيعطي الحمام اهتمام خاص، وكيعتني به جدا، انه عزيز عليه الحمام من شحال هذه مده طويله، تقريبا راه واحد 20 عام، وهو من القدماء في هذا المجال. وشكر خاص لجمعيه منتدى، وشكرا. مبروك عليكم، مبروك عليكم كاملين. وشوفوا الاب ديالو الاصغر، تا هو الابن ديالو الاصغر اللي غيقول شي كلمه قصيره باختصار. مبروك عليكم كاملين، ومبروك للجمعيه ديال منتدى درب السلطان اللي كتحقق واحد الانجاز كبير بالابطال ديالها المعروفين على الساحه الوطنيه والمحليه. ومبروك عليكم الاخوان وكيل. وكيفاش كتشاهد، واش باقي عندك غتلعب شي مسابقات المتبقيه ولا؟ ان شاء الله، ان شاء الله غادي نشارك في راس ان شاء الله الاسبوع المقبل. الاسبوع المقبل ان شاء الله بحول الله. كاين شي تحضيرات من عندك؟ ضروري كاين تحضيرات، ضروري من التحضيرات. هذاك الشيء اللي كاين. ومبروك عليك. وشحال من حمامه ديكلاريتي بها اليوم؟ حمامه وحده ولا جوج؟ ديكلاريت بجوج. بجوج حمامات؟ بجوج حمامات. والثانيه مع اون ديكلاريت؟ الثانيه باقا ما دخلاتش. لعبتها بثلاثه. ثلاثه الحمامات؟ ديتي ثلاثه وجاو جوج. جاو جوج. مزيان اسيدي، راه انت هو البطل، ديتي ثلاثه الحمامات وديكلاريتي ب 75%. 75% ديال الحمام راك ديكلاريتي به، كتسمى 75%، باقى 25%، الله يجيبها على خير، وربما في هذا المساء او في الصباح الباكر. مبروك عليك. وتعرفوا على النيميرو ديال السكري ديال الجمعيه كما كتشاهدوا معنا في الصوره، هو النيميرو ديال لو سكري ديال عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. شحال هذيك؟ 18 44. 18 44. شنبور ياك الاخ وكيل، ياك تعرفوا على النيميرو الباقي الاخ وكيل. كما كتشاهدوا معنا في الصوره، هذا هو الله في الوقت الخارجي بالنسبه لهذا البطل هذا وكيل محمد بطل جمعيه منتدى درب السلطان وبطل عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. ومبروك عليكم، تعرفوا على النيميرو ديال الباق باش تكون في هذا المسابق، باش تكون الشفافيه والمصداقيه عند الابطال هذو. 57 57 16 59 2014 كما كتشاهدوا معنا في الصوره. مبروك عليك، ديكلاراسيون صحيحه 100% الاخ وكيل بطل جمعيه منتدى درب السلطان. وكل اسبوع وكل مسابقه
الابطال ديال الجمعيه ديال المنتدى كيكونوا من بين الاوائل، وبالنسبه للعصبه ديال مدينه الدار البيضاء تشكركم بزاف، وتشكر جميع الطاقم التقني والاداري ديال الجمعيه ديال عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. تحية خاصه لجميع المنخرطين، هذاك الشيء اللي كاين. ومن هذا المنبر تشكروا جميع الاخوان ديالنا سواء في الوطن العربي، في الوطن العربي، اوروبا، امريكا، افريقيا، تشكرهم بزاف على المجهودات اللي بذلوها في الموسم، والشكر الجزيل والموصول لجميع الابطال سواء ابطال منتدى السلطان او ابطال عصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق. وبالاسم ديالي بالعيد المنتجع الناطق الرسمي لعصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق تشكر جميع الاخوان ديالنا، جميع مكتب عصبه مدينه الدار البيضاء بدون استثناء، وتشكر لي كونفوير ديالنا اللي تيكونوا ابطال اسبوع الحقيقيين، لانهم بذلوا مجهود كبير في هذه المسابقه وطلقوا لنا الحمام في توقيت جيد وجيد جدا. وبالاسم ديالي بالعيد المنتجي الناطق الرسمي لعصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام السباق نستودعكم الله، والى اللقاء في مناسبه قادمه بحول الله ومع بطل اخر، في امان الله.